السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم كل خير. معكم محمد وخادم شركة بروج. احنا حاليا متواجدين في منطقة أكشابات داخل الكمباوند. طبعا الكمباوند فيها برج واحد عبارة عن تقريبا 11 دور. راح نصور لكم شقة في الدور الثامن عبارة عن 3 غرف صالة، مساحتها 175 متر مربع. طبعا هذا المدخل للمجمع أو الكمباوند، فيها مواقف سيارات مغلقة، طبعا كاميرات مراقبة، ايضا فيها جلسات اماميه جميله جدا ومرتبه راح نشوفها معاكم الان. مدخل شرح بوريكم مدخل العماره ايضا. المنطقه هذه كلها تابعه لهم. طبعا هنا عندنا المنطقه الاماميه، هذه عندنا العاب اطفال، موقف سيارات، بالاضافه ملعب كره قدم للاطفال، وايضا 3 جلسات عائليه جميله جدا. طبعا جميع الشقق المتوفره فيها مطلات على البحر، مثل ما تشوفوا ان شاء الله الدقائق القادمه. هنا عندنا مدخل العماره، طبعا فيها الشفره. اول ما ندخل مدخل شرح، هذا المدخل، ومثل ما انتم شايفين تدفئة مركزية في العمارة، وأيضا عندنا مصعدين. إن شاء الله راح نطلع للدور الثامن وراح نصور لكم شقة معروضة للبيع، خلوكم أيام. وصلنا الآن للطابق الثامن، طبعا رقم الشقة 30. عندنا عدة شيء متوفرة حاليا في هذا البرج. المساحة فيها 175 متر مربع عبارة عن 3 غرف صالة. هنا المدخل مثل ما انتم شايفين، دور واحد فيها 4 شقق. على يسارنا مباشرة عندنا دورة المياه، هذه دورة المياه الأولى، طبعا عربي ممكن تحويلها لفرنجي. وهنا عندنا الصالة، الصالة الأمامية، مساحة ما شاء الله تبارك الله كبيرة، الأرضيات فيها باركيه، نظام التدفئة فيها تدفئة مركزية، هذه الدفايات اللي موجودة على الجدران. طبعا مثل ما انتم شايفين الإطلالة كاملة ما شاء الله تبارك الله على البحر والمدينة نفسها. طبعا المنطقة هذه هذا اللي احنا شايفينه الان امامنا، قاعة افراح، وايضا في خط البلدية، شارع عرضه 10 امتار ينزل لخط الساحل مباشرة من الجهة هذه. ما في احد ممكن يغطي عليكم الاطلالة هذه، يعني اطلالة مضمونة باذن الله تعالى. المنطقة هذه طبعا الاعمار فيها حاليا 8 ادوار فقط، والارض مائلة، طبعا احنا مرتفعين فما راح يغطي عليكم اي شيء. هذه الصالة، هنا عندنا البلكونة، البلكونة أيضا مساحتها كبيرة وشرحة، مساحة كبيرة جدا ما يقارب 5 × 2.5 × 3. هذه الإطلالة ما شاء الله تبارك الله. بعد 2019 8 ادوار فقط، يعني المناطق هذه بحكم انها تحت لان الارض على ميلان فتكون فيها 8 ادوار فقط، بالتالي ما راح تغطي علينا الاطلالة. المنطقة اكشابات، نبعد عن الساحل ما يقارب 1 كيلو إلى 1.5 كيلو. نتوجه نشوف تقسيم الغرف. طبعا هنا عندنا المطبخ، المطبخ غير جاهز، التواليب فيها غير جاهزة، الأرضيات فيها سيراميك لها مخرج للبلكونة. وهنا عندنا الممر، ومنها نشوف دورة المياه، هذه دورة المياه الأولى أعزكم الله. هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية لها بلكونة أيضا، مساحة فيها كبيرة ما شاء الله. هنا عندنا دورة المياه، هذه مساحة الغرفة، فيها نظام التدفئة أيضا ولها بلكونة جانبية. مثل ما شايفين هذه مساحة البلكونة، أيضا مطلة على المدينة، أيضا لها إطلالة جانبية على البحر.
منها نشوف الغرفة الثانية. طبعا هذه الغرفة الثانية لها واجهة أمامية على البحر مباشرة، وهذه الغرفة الثالثة أيضا مساحتها جيدة جدا وبإطلالة أمامية على البحر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم.